بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بزاريو لتم يعني تكتاتي درسات بزار بزاريو تمرتات سلا أركان الإسلام أركان الإسلام إسلامنا مساراتوش مني ما صلعله إن شاء الله آه نعلن الإسلام إسلام مالت الاستسلام لله تعالى لا الله الجماسات لا الله متازز والبراءة من الشرك كشرك مصليات لا الله بجاتها زج مهن إسلامي بعلن إسلام مالت دين اختاره الله تعالى لعباده الله لبارك يمرّته أن يودّده أمنتنا إسلام معلّد يسوع ملوه وطلّ مرايّم ميشيل الله يوددو هيمان وتنو إنّا يهيّ إسلامنا مصارتك علّت وعنّا وعنّا عمود الإسلام وعنّا وعنّا يهونو إسلام مصارتك علّو النّازي مصارتك رسول صلّى الله عليه وسلم بحديثات جوّ عند أسكمّت بني الإسلام وعلى خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لو أسكم متواجهون أن بني الإسلام على خمس إسلامنا بأمس وأنه أننا نقر سلي تقنب شهادتي أن لا إله إلا الله كنزا كأمسطو إما جمرا ونوانو شهادتي أن لا إله إلا الله كالله كأ بستقر بونتي من قزوة أكال جيتا إلا بلو ممسكر ነው ወአነ ሙሐመደን ረሱሉ ላህ ነቢዩ ሙሐመድን ለ ላሁ ወሰለም የአላህ መለክተኛ መሆናቸውን መመስከር ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ነው ማለት ነው ወይቃም ሶላ ከዛ በኋላ አንድ ሰው ይህን ሻሃዳ ከተቀበለ እና ካመነ በኋላ የሚጠበቅበት ኢቃሙ ሶላ ሶላትን መስገድ ነው በአግባቡ ሶላትን መስገድ ወኢታዩ ዘካ ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ዘካ መስጠት አላ ገንዘብ የሰጠው ሰው كذا كغنزبو يتوسنو كفل لا توسنو ويم لا تليو قل سواج لا تقران يواج الزكاة وصوم رمضان بارات درجة يا رمضان صوم ملصوم صوم وحج البيت يا الله بيت قبنية مادرق نزي أركان الإسلام بمبال إتاو وقالو وأنو أنه مسارات وشناتشو نا إمجمري ومسارات سنة شهادة أن لا إله إلا الله هم كالله بستكر بأونات يمي جزوف جيت يَلَّمْ ما مسكر إميلو هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله إميلو مشتملة على ركنين الأول نفي الألوهية عن غير الله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله يميلو قلت نجروش يا يمجمرون نفي الألوهية عن غير الله تعالى كالله وجه عملو كوت يمي ميميلون نفي هدر قال يا مالن إلا الله ميلوه لا يو قال إثبات الألوهية الحقيقية لله تعالى إيه عملو كوت تكلا الله نو يميلون يا قدر إثبات الألوهية عبادا عملاك نتن لا الله بجامع درق إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نفي نو فأنتم يمي جزو إلا الله كالله كأ بستكر يميل ترجم يسات أنا المالات أنا إيه لا إله إلا الله أو كفروتشن كفروتش معوك من لو أولاد ولد كفر وشن يأكل تال بلنال سلزي ولد كفر ماوك معك مرة اللي قال كل من قالها استحق أن تفتح له الجنة نجن إيه لا إله إلا الله مفتاح الجنة يلا لا إله إلا الله يا مفتاح الجنة يا جنة قلف مفتاح نات لا إله إلا الله يعني قال قال ما هي مفتاح الجنة يهون زند ما موالات هي اللبات شو مسفر ولهذا قيل لوهب ابن منبه وهب ابن منبه تبع على عند تلك قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ላላ ለ ላ የሚለው ቃል የጀነት ቁልፍ ወይም መክፈቻ የጀነት በር መክፈቻ ነው አይድል እንዴ አሉት ቃለ በላ አዎ ላላ ለ ላ ማለ የሚፍታ ጀና ነው የጀነት መክፈቻ ቁልፍ ነው ወላኪን ማ ሚፍታ አሉ ነገር ግን ማንኛውን ቁልፍ ላ ለሁ አስናን አስናን የሌለው ቁልፍ የለም ማለት ጥርስ የሌለው ወይም ክርችፍችፍ ነገር የሌለው ቁልፍ ልሙጥ የሆነ የለም ቁልፍ ሆኖ የሆነ ክርችፍችፍ ነገር ጥርሶች አሉት አሉ ፈእንጀእተ ብሚፍታሒን ለሁ አስናን ፈታሐ ለክ ያ ቁልፍ አሉ ክርችፍችፍ የሆነ ጥርስ ያለው ከሆነ ሊከፍትል ይችላል ካልሆነ ግን አይከፍትም አሉ ላይላ ኢላላም እንደዛው መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አሉ ቁልፍ ይሆን ዘንድ የጀነት በሮች ይከፈቱልን ዘንድ ላላ ኢላላን ማሟላት ያለብን ወይም ላላ ኢላላ ስንል ልናሟላቸው የሚገቡ መስፈርቶች አሉ النزا مسفر عنده على <applause> علمو بمعناها يا لا اله الا الله, إلا الله ان ترغموا ما واغروا ذنبلو مجرد القول لا اله الا الله مننهن سياوك ترغمون سياوك ذنبلو لا اله الا الله وهم دمو بتكبر لا يسياول يا لا اله ان ترغم ترغم بلا اله الا الله تكبر وهم دمو بتكبر لا يسياول عند سو ذنبلو لا اله الا الله بلاو بناغروا ايه مجرد القول لم من ترجم يلو ما وقع اسفل ولهذا يقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم وك انه انه لا اله الا الله كالله بسكر بونته ميجزوت اند الى الله سلازي ما وقع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه من مات يموت سوالو وهو يعلم اياه انه لا اله الا الله كالله بس نقر بونتي مجزوز جيتا يلم بلو، برقت ين نتي أو يموت سو دخل الجنة. جنتي قبا لا، ولهذا ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يا مجرش أنا ققرو كازي علم بموس الليل لا إله إلا الله بلو يموت سو دخل الجنة. جنة قبا لا. فضل لا إله إلا الله بأن لا فوت مرتاحش داينو لا إله إلا الله بتأم كلمة حق كلمة لها فضائل بتأم تلك درجة علات تلك قالنج آه سلزي إتشن من قال ترجم ماك أسفل قال ما مات وهو يعلم إياه وقع من ندجو أنه لا إله إلا الله قال الله بسكر بأنثى مجاز يعلم الصبي كانوا عملوا كم ولو بلو بزي ما تسألوا دخل الجنة جنة جبل وقال الله تعالى قبل ذلك إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بحق ما سكروا لا إله إلا الله يالو يمس... سوي سكروا وهم يعلمون إن الصويا وقبوك لا إله إلا الله يالو سوي سكروا وكذلك اليقين لا إله إلا الله أنسن الناقر كم أسفل لقن عن أندو اليقين أرغيت أن يعمهون. لا إله إلا الله أونتنا كأ كالله بسكر بأونتي من قزوت أكالي اللم يميلون أرغيت أن يعمهن اللبتان دي سوي سن سناقر وورد في الحديث أو قبله قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون تقلن إمي الذين آمنوا بالله الله عمن ورسوله يوم መ ለም የርታቡ ከዛም ያልተጠራጠሩ በእምነታቸው እርግጠኛ የሆኑ ያልተጠራጠሩ እነዚህ ናቸው ትክክለኛ አማኞች አለ ወጃሃዱ የታገሉም ናቸው ቢአምዋልህም ወአንፉሲህም በገንዘቦቻቸውና በነፍሳቸው የታገሉ ፊሰቢልላህ ፊመርትላ አላ በሚወደው መንገድ ላይ በአላህ መንገድ ላይ የታገሉ በገንዘቦቻቸውም ፊሰቢልላ ለአ የሰጡ አላ በሚወደው መንገድ ወጪ የሚያደርጉ ወአንፉሲም ራሳቸውንም ለአላ ያስገዙ አላህ በሚወደው መንገድ ላይ የታገሉ እነዚህ ናቸው ትክክለኛ አማኞች አለና ይህን ሲያጠናክረው ላይከ ሁም ሳዲቁን እነዚህ ሰዎች እውነተኞች በኢማናቸው እውነተኛ ማለት እነዛ ናቸው በእምነታቸው ያልተጠራጠሩ በአላህ መንገድ ላይ አስፈላጊውን ትግል የሚያደርጉ እነዚህ تلك يانا أونا تنيا وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كالله كأ بس من جتا إلا من رسول الله أني يا الله ملكتني يا موهنين ما مسكر إيه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة النزين هلا تنقرج بلو كالله فيت إميكر باري عين ورمالو غير شاك فيهما بأن الصوص حي التراتر كالله بستكر بونات إمي قزوت جيتا اندل الله الله بيتشا مقزات اندل اللبت إمي تراترنا وأني رسول الله أني يا الله ملكتني يا موهنين ሳይጠራጠር ይህን ያለና ያመነ ሰው ኢላ ደኸለ ልጀና ጀነት ቢገባ ቢሆን እንጂ አሉ ስለዚህ ላኢላሃ ለ ላን ስንናገር የቂን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ይህ እርግጠኛ እንድንሆን ላኢላ ለላን ሁልጊዜ ማብዛት ዚክር ማድረግ ምክንያቱም ትልቅ ዚክር ማለት አፍሉ ማቁልቱ አነ ወነቢዩና ባለፈው ትምህርታችን እንዳየነው እኔና ከኔ በፊት የነበሩት ነቢዮች ካሎት ዚክር ትልቁ ላኢላ ኢላ ላ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት የለም የሚለው ትልቅ ዚክር ነው አሉ ይህን ዚክር ማብዛት ሁልጊዜ ላኢላ ላ ላ ምላሳችን ማለማመድ ማለት ማብዛት ይሄ ላኢላ ላ በእርግጠኝነት እንድንል እንድንወድ ያደርገናል ማለት ነው ሌላው አልቀቡል ነው ላኢላ ላ ሲል እውነት ከልቡ ተቀብሎ አምኖ ማለት አለበት ነው إن <سؤال> ذيوق أصيرك أنثى مهون اللبت لا إله إلا الله ميلون سناعر ب لا أشد ساهم لا إله إلا ساهم ب لا إله إلا الله مالت وكذلك المحبة لها لا إله إلا الله على المودد لا إله إلا الله مودد على اللبت سبحان ما بزاد مودج ويحب العمل بمقتضاها لا إله إلا الله ميلون مصوت أو إن يعني موددنا بتكبر لي مال مالتنا وكذلك الإخلاص لا إله إلا الله سيل إخلاص لو سويش لا إله إلا الله إلال ااا آآ ندلوتنا لليلا على ما لا الله برو خالص من قلبه قلبه أم نبتنا لا إخلاص لا الله برو لا إله إلا الله مالت إيه عند مسفرتنا أولو قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا سوى تشالتاززهم إلا ليعبدوا الله الله اللي مخلصين له الدين دينا تشول لرسويات وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي يزو من فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله الله حرم على النار بأسات لي إرمى درق من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله بأسات لي إرمى درق يبتغي بذلك وجه الله لا إله إلا الله سيل لا الله انفيد لا الله بلونجي لا على ما سيهون إيهن كلبو إخلاص درقه لا إله إلا الله يا الله بأسات لا إرمى درق لا إله إلا الله يميله وقال إيهن يال أه؟ ترقم من ورون يعني على تلك درجة لو ما نورون أو كان لا إله إلا الله نقول جزء ما بزات لا إله إلا الله بهوة لن إيه يقبل ما لطنا إن إيه لا إله إلا الله هي مجمر يا إسلام إن ما سرتوش إيه مجمر يو كفل لو إيه كفل ما وق ترجم ما وق ياسف الجنال آه وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله نزيو لا إله إلا الله سيل ከአላህ በስተቀር የሚገዙት ነገር የለም በሚለው ይሄን እርግጠኛ መሆን አለበት ማለት ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሻሃደቱ አነ ሙሐመደን ረሱሉ የሚለው ነው ሻሃደቱ አነ ሙሐመደን ረሱሉ ላህ ነቢዩ ሙሐመድ ለ ላሁ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን መመስከር ይሄም አንዱ ክፍል ነው ማለት ነው እና ይሄ አልመይቱ አሉ ፊልቀብር አንድ ማች ቀብር ውስጥ ዩስአሉ አን ሰላሲ አስኢላ ሶስት ጥያቄዎች ይጠየቃል አሉ እና ከሶስቱ ጥያቄዎች አንዱ መን ነቢይህ ማን የሚል ጥያቄ ይጠየቃል ስለዚህ የእሳቸው መልእክተኝነት አምኖ የተቀበለ ሰው ይህን ጥያቄ ሲጠየቅ በቀላሉ አብዱላህ ወረሱሉ እርሳቸውማ የአላህ መልእክተኛና የአላህ አገልጋይ ናቸው ብሎ መልስ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ شهادة أن محمدا رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني أنا شو يمينو. يمينون يميلون سنعكر من موالات يعني شو نعكر عندنا طاعته فيما أمر عند يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم ملكتني النت أمره يتقبل سو طاعته فيما أخبر يا زوجة النجار متازز فيما أمر يازازوتن نجر ماتازا ازي نور باتال ايه ستازاز رونجي مسكر نت ويم يساتو إيه كالا مسكر ميرغا جاتو تزازا شون سيكابر منو قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله ملك تنون يتازازا فقد اطاع الله بارجتم الله ان تجزا الله ان تازازا مالتنا والله وقال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل بل إن كنتم كوناتشو تحبون الله الله أناتهم تودو كوناتشو فاتبعوني أن ينتكتلوا بلاتشو يعني يحببكم الله الله يوداتشو جوال تشاتشو نم يمر الله تشوها الإلال سلازي إذا ملك تنين نتعون سو تزازاتشون ما قبل ويم ما فصم ألبت مالك وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملك دي ديلان كل امتي كل امواج يدخلون الجنه جنتي كبعلو الو الا من ابى أنبياء سكر قالوا كل امواج اني يتلاقب باتشو هزوا كل جنتي كبعلو الا من ابى أنبياء سكر الو انبيالا سكر قالوا يا رسول, من يا رسول الله ومن يابى الواتشو يا رسول الله ومن يابى جنة قباس بال لم نبي نمان على قال من أطاعني دخل الجنة إن يعني إن إن تزاز يتقبل دخل الجنة جنة قبل ومن عصاني إن يعني يعمل يعني تزازين دغمو. فكاد فقد أبا فقد أبا أنبي ጀነት አልፈልግም ማለት ነው አሉ ስለዚህ እሳቸውን መታዘዝ የእሳቸውን ትእዛዝ ማክበር አንዱ ለጀነት ለመግባት አንዱ ምክንያት የእሳቸውን ትእዛዝ ማክበር ነው እና ኢላ መን አባ ጀነት ግባ ሲባል እምቢ ያለ ሰው ሲቀር ሁሉም ጀነት ይገባል እንዴት ሰው ጀነት ግባ ሲባል እምቢ ል ተብሎ ሲጠየቁ በተዘዋሪም ይሆን በቀጥታል አንድ ሰው የእሳቸውን ትእዛዝ ካልተቀበለ يساتشو ملك تنينت عمنو كالتك أبرا نا جنة الفلق مالاتو نو وان فلا بد من كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ودالو يالسو فلا بد أن يطيعه يساتشو تزاز ما كبر ينور لأن الطاعة ثمرة المحبة كرياتون طاعة متازز يمودادو ملكت نونا الساجون تزاز ما كبر ما فزام إن وربتا هلال آه ليلو تصديقه فيما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم ملك تنين أمنا سنك أبال. تصديقه فيما أخبر يتناقروا تنقر أونات ولن مك إن وربنا تناقروا تنقر أوناتنا رسول صلى الله عليه وسلم يتناقروا تنقر أوناتنا حقنا لا ينطيقوا عن الهوى رساجو كلب ولا زمر وبرق ولا من ناقروا إن هو إلا وحي يوحى كالله يميتا رأينجي زملو من نعجروت نعجر عدل سلزي ساتي تنعجروت نعجر هلو أونت مونن ما من النامك أول إن ربنا تصديقه فيما أخبر فمن كذب شيئا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لشهوة أو له أو لا لهون فقد كذب الله ورسوله رسول صلى الله عليه وسلم يتنعجروتن بتكلنيا بحديثات يترجع يترجع قد النجر يان يعني ياسبا بلنا يالتا كبلا سو فقد كذب الله ورسوله الله نم ملكت يون بل بلا لمن لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطا والكذب بوشتا ان نغرم بستا تا ان نغرم كلهم ك الله يمتا نم يناغروتنا اساچو يتناغروت كله اونت نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بزو نغر تناغروال بحديثاچو دي تراغاغتو سلا جنت تناغروال سلا جهنم تناغروال سلا አዛብ አልቀብር ቀብር ላይ ቅጣት እንዳለ ተናግረዋል ወማ ባዕድን ሞት በጠቅላላ ከሞት በኋላ ብዙ ነገሮች እንደሚያጋጥሙ ብዙ ነገሮች እንደሚከሰቱ ብዙ ነገሮች ተናግረዋል ያ ሁሉ እውነት ነው ብለን መቀበል እኛ ባይገባንም ላንረዳውም እንችላለን ግን እውነት ነው ብለን ያን ነገር መቀበል ይኖርብናል ማለት ነው ወከሊከ እጅትናቡ ማናሃ ንሁ ወዘጀር ረሱል ለ ላሁ ወሰለም ያስጠነቀቁትና የከለከሉትን ነገር መከልከል መቆጠብ ከዛ ነገር መራቅ ይሄ አንዱ የእሳቸውን መልእክተኝነት የማመናችን መገለጫ ነው ማለት ነው እሳቸው የከለከሉትን ነገር እውነት ነው ይሄ ነገር የሚጎዳ ሆኖ ነው ብለን ያን ነገር መራቅ ምክንያቱም እሳቸው የሚከለከሉት ነገር ብረ ጠቅላላ ለእኛ በዱኒያም በአራም የሚጎዳ ነገር ነው ስለዚህ ያን ነገር እውነት ነው ይጎዳል ብለን ከዛ ነገር መራቅ ይኖርበናል በዲም ቢአዕظሚ ኑብ ሽርክ ከሽርክ ጀምረን እሳቸው አስጠንቅቀዋል ሌሎችንም ከባኤረ ዙኑብ ታላላቅ ወንጀሎችን ሁሉ አስጠንቅቀዋልና እነዛን ሁሉ መራቅ መጠንቀቅ ይኖርብናል ሌላው አራተኛው አላ ዩዕበድ ላሁ ላ ብማ አላህን ስንገዛ እሳቸው የአላህ መልእክተኛ በአስተማሩ መሰረት መገዛት አንድ ሰው የእሳቸው መልእክተኝነት አምኖ ሲቀበል አላህን መገዛት ያለበትም እሳቸው ነው። ምክንያቱም የእሳቸው ዋና ተልኮ ወይም ደግሞ የመላካቸው አንዱ አላማ ወይም ዋናው አላማ አላ እንዴት ሰዎች መገዛት እንዳለባቸው ለማስተማር ነው ስለዚህ አላን ስንገዛ እሳቸው ባስተማሩ መሰረት ብቻ ተገድበን በዛ መልኩ ነው መገዛት ያለብን እንጂ በራሳችን እኛ በፈጠር ነው ከሆነ ያ ረሱልን ማስተባበል ነው የሚሆነው እንደተባለው እሳቸው ዋና መላክ አላን እንዴት መገዛት እንዳለብን ለማስተማር እስከሆነ ድረስ الله عن مجزات اللبن بس ساتشو فلقنا ساتشو بعد سماروت بتشا مهنا اللبن فالأصل في العبادة الحظر عبادة بتقول لا عبادة من عبادة مبالغة نجر ساتشو بعد سماروت نجي كزوج كل كله قا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو له إن يا تزازيل اللبت إن يا فقادي اللبت نجر بع بعدا بعملك يفس أمرنا كنا فهو رد يا عبادة مردود عليه بس لا يتم الله ما يقبلهم قالوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد إن يا تزازيل اللبت إن يا فقادي اللبت نجر عبادة يهون اللي قال الله يودو البلا يفس أمر سو فهو رد قالوا الله يمي نجر نقر هلو استمرال الله اندت مقزات اندال لبن استمرونا الساچو بالا استمروت من قرقين يمي سر يا ورك انا من عمل, عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد وفي حديث آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد بزي بدينا اچن يفتر انا ما ليس منه كذي كدين يلي لنقر يفتر انا يجمر سو فورد يا مردود عليه በእሱ ላይ ተመላሽ ነው አላህ አይቀበለውም አሉ እና ረሱል ለ ላሁ ወሰለም መልእክተኝነታቸውን ስንቀበል በዚህ መልኩ ሊሆን ይገባል ዕለም እነ መሓበት ነቢይ ለ ላሁ ወሰለም ረሱሉን ለ ላሁ መውደድ እሳቸው ያመጡትን ነገር ሁሉ መውደድ ይሄ ዋጅቡን ይሄ ሁሉም አማኝ ግዴታ ነው እሳቸው መውደድ ይኖርብናል እሳቸው ያመጡትን ነገር مودد يتناقروتن مودد سراجون, سناجون, مودد إيه أسفل لك. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يتلاقب يتألع آه ولو حديثا يتوسن نقرن بهن عيمة جنم ينتألع الله إيه ولو عمل به كفر يا رسول عندي كهدت عنده من دنو إيه شون مطلات ويمدمو ያመጡትን ሱናቸውን መጥላት አንዱ የክህደት ምልክት ነው ማለት ነው ወሚን ዓላመቲ መሐበቲሂ ለ ወሰለም ረሱል ለ ላሁ ወሰለም ስንወድ ብዙ ምልክቶች ይኖራሉ የሚገለጹበት የሳቸው እንደምንወድ መገለጫ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ሚንሃ ከረቱ ክሪ ሶላቱ ሶላት በሳቸው ላይ ሰለዋት ማብዛት እሳቸውን አሁንም አሁንም ማውሳት ሶላዋት አለ ማብዛት አንዱ እሳቸውን እንደምንወድ መገለጫ ነው ማለት ነው ወሚንሃ ታዕዚሙሁ ወተውቂሩሁ ንደ ክሪህ ረሱል ለ ላሁ ለ ወሰለም ማክበር ስማቸው ማክበር ስማቸው ሲነሳ አክብሮት መስጠት ሓዲሳቸውን ማክበር ፈለጋቸውን ማክበር ሁሉ እሳቸውን የመውደዳችን መገለጫ ነው ማለት ነው እንሻአላ በሚቀጥለው ቀጣይ ትምህርቶችን የምናይ ይሆናል አላ በሰማነው ተጠቃሚዎች አላ ያድርገን ወቢላ ተውፊቅ አሰላሙ አለይኩም ረመቱላ ወበረካቱ